افتتحت فعاليات مؤتمر نظام التعليم المصري تحت عنوان ستيم الواقع والطموحات بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية USAID الدولية. وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدولة المصرية وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي تولي اهتماما كبيرا بتنمية الابتكار والنابغين الذي يعد هدفا استراتيجيا وقوميا ومن أهداف التنمية المستدامة والخطة الاستراتيجية. كما أكد أن الدولة خطت خطوات كبيرة لتطوير التعليم والسنوات الأخيرة شهدت التوسع في تقديم نظام تعليم ستيم وتطوير المناهج الدراسية. الدولة المصرية والقيادة السياسية تهتم جدا بالمبتكرين والنابغين، فكان حرصا منها التوسع في هذه النوعية من المدارس. عشان كده النهاردة شاركنا عدد من السادة الوزراء، لأن التكامل ما بين الوزارات مهم جدا. وإحنا في الخطة الاستراتيجية بتاعتنا واحد من بناء يعني الاهتمام بالابتكار والمبتكرين والنابغين. وزي ما انت شفت مع التعليم العالي وقعنا البروتوكول التعاون النهارده مع صندوق المبتكرين والنابغين علشان يرعى اولادنا ومشاريعهم وتبقى حاضنات للابتكار. فده الحقيقه واحد من الاجزاء المهمه جدا. احنا القضايا اللي مطروحه للمناقشه والحوار النهارده هو ازاي نتوسع في مدارس ستيم سواء او في تعليم ستيم زي ما بقول. الحاجة الثانية ازاي نستفيد من نموذج ستيم في التعليم العام عادي جدا فيه. This is a major part of the education system. نحن نهتم بشكل عميق وخالص بمستقبل مصر، وهناك فرص كثيرة متاحة لدعم مصر والشعب المصري، وأيضا ندعم هذا العام تين إيجيبت في المعرض الدولي للتكنولوجيا والهندسة في لوس أنجلوس، وهذه فرصة أخرى لدعم مصر ولدعم الشباب والشابات في مصر للحصول على جوائز وإحراز الجوائز قيمتها 9 مليون دولار. طالب في مرحلة ثانوية بيدرس مناهج خاصة بمخرجات تعلم خاصة غير طبعا مناهج التعليم الثانوي العام، بس مش من أجل الدراسة النظري، لا من أجل الدراسة والتطبيق. فبالتالي لما يكون عندك نظام تعليمي من داي وان الطالب اللي بيتعلمه في المواد بيطبقه على شكل بحث علمي بيناقش مشكلة من المشكلات دي، من هنا بينبع فايدة مدارس ستيم، إن هو بيبقى تعليم قائم على المشروعات وحلول التحديات العظمى اللي بتقابل البلد. أهمية النظام إن هو بيجمع طبعا من اسمه السم الساينس تكنولوجي انجينيرينج اند ماثماتكس، كل مبادئ العلوم والرياضيات المهمة اللي تأسس طالب واعي وفاهم بالمستقبل، ويكون النموذج باحث صغير يقدر إن هو يشارك ويعرف ويساهم بالعلم بمخترعاته وبأفكاره الجديدة. أول ما دخلت النظام كان بالنسبة لي حاجة جديدة ومختلفة ومخيفة شوية، بس بعد ما الواحد تعود بقى على نظام المدرسة، كان طبعا المدرسة بتساعد جدا على التكيف بطريقة فظيعة، وطبعا كان فيها حاجات جديدة زي الكابستون زي المواد الجديدة، الحاجات دي كلها طبعا اتعودنا معها مع الوقت، وكمان الانجليش اللي اتحسن معانا بالفترة الزمنية، كمان ان احنا بنعمل برزنتيشنز والحاجات دي كلها الطالب هو اللي بيعملها، فبتبقى سيلف ليرنينج قوي. يعني نظام ستيم الصراحة يعني فتح لي عيوني على حاجات كتيرة قوي. في الطالب هو اللي بيشرح، ان الطالب هو اللي بيشرح ده بيساعد ان المعلومة توصل نوعا ماب يعني بلغتنا احنا كشباب، فده بيساعد ان انا اعرف يعني احفظ الحاجة اكتر يعني، وان انا اقدر افهمها برضو اكتر.